عرفنا مراسلنا محمد رمضان في رسالته الثانية من صلالة على أسباب هذا الإقبال الكثيف من السياح عموما وأبرز المقومات والأماكن السياحية في صلالة تشجيعا للسياحة الخليجية، فلنتابع. جوها الضبابي الغائم الملبد بالرذاذ وبساطها الأخضر الممتد كانت وما زالت عامل جذب لمختلف السياح بشكل عام والإماراتيين بشكل خاص. صلالة وجهة مثالية للزوار تتميز بتنوع مفرداتها السياحية وعوامل الجذب فيها، إذ تحوي بين ربوعها أماكن فريدة كما هي شواطئ المفصيل التي تحتضن نوافر تكونت بفعل عوامل التعرية وشكلت حفرا في الصخور لتسمح للمياه بالانبثاق منها عند هيجان البحر. ومن المفصيل حيث صخب الطبيعة إلى هدوئها الذي تعكسه عين أثوم وإتين ووادي دربات المحاطة بالأشجار والأعشاب والتي بدورها يكثر وجود الإماراتيين والسياح عامة فيها للاستمتاع بخرير مياهها. والله زرنا سهلتين عين حوران، الواحد يقضى فترة الصيف يعني في المكان هذا، والحمد لله رب العالمين الحين صار لنا اسبوعين والجو وايد وايد حلو الصراحه. والى جانب الطبيعه فيها ياتي مهرجان خريف صلاله ليشكل هو الاخر عنصر جذب اضافي للسياح. هناك فعاليات عديده جاذبه للتعرف الى التراث العماني بجميع تفاصيله. هذا مهرجان سنوي يقام سنويا لتنشيط السياحة في المحافظة ولإبراز التراث العماني وتراث محافظة ظفار خاصة والتراث العماني ككل، ويعني السائح يجد متعة في هذا الجو الاستثنائي الذي تمتاز به محافظة ظفار. وتوفر صلالة فرصة لمحبي التسوق عبر توفيرها اختيارات عديدة من الأسواق الحديثة والتراثية كسوق الحافة المعروف بطابعه التقليدي، حيث تفوح بين أرجائه رائحة اللبان والبخور. اشتريت الخناجر يعني أسير أحطها في البيت كزينة أو هالسوالف. اشتريت خواتم لي ولربعي والأهل، واشتريت يعني وايد اشياء. اشتريت كيف بقول لك، اشتريت البان حنة. لازم كل سنة في هالموسم يسافرون لصلالة حسبة الجو، والشعب ما شاء الله الناس طيبين وعندهم مناطق سياحية وتراثية ومناطق قديمة، يعني تشجع الإماراتيين انهم يزورون صلالة. وبين هذا وذاك نجد السائح الإماراتي ايضا في اماكن اضرحة عدد من الانبياء بالإضافة إلى مواقع أثرية زاخرة، والزائر لصلالة يلحظ تزايد المنشآت السكنية والفنادق التي أنشئت لاستيعاب الأعداد الكبيرة من السياح. لأخبار الدار، محمد رمضان، صلالة، سلطنة عمان الشقيقة.